الوداد كان خاصه دائما مدرب اللي تكون عنده شخصيه قويه طبيعة الحال، لان الوداد دائما كانوا عندهم مدربين اللي عندهم شخصيه قويه اللي قدروا يضبطوا هذا المستودع الملابس، لان كيف لاحظتي في المقابلتين السابقتين كان شويه السيبه في في في, في, في اللاعب، كان سيبة عند جميع اللاعبين، ما كانش اللي ضابط الايقاع اللي غادي يضبط دوك اللاعبين واللي غادي يضبط داك مستودع الملابس. كيف الفرق الكبرى كريال مدريد كبرشلونة كان دائما عندهم مدربين كبار بنجوم كبار اللي قدروا يضبطوا المستودع الملابس. الوداد دابا حاليا غادي تجيب مدرب جديد، نتمنوا انه تكون عنده واحد الشخصيه قويه، فورس بيرسوناليتي مع اللاعبين، لان كتعرف لاعبين اللي ضبطوا اللي لعبوا واحد المقابلات كثيره ولا تعدهم واحد ولو كيتعالوا على الفريق، خاص المدرب اللي يضبطهم. نتمنوا هذه المقابله ديال اتحاد طنجه تكون هي ذاك التغيير المسار اللي غادي تكون اللي غادي تبدل ذاك النتائج السلبيه اللي كانت مؤخرا، رغم ان التاهيل في البطوله العربيه راه ماشي راه كان بمشقه الانفس. نتمنوا هذا المدرب تكون عنده شخصيه كيف قلت قويه اللي غادي تضبط هذ اللاعبين، ونتمنوا اللاعبين حتى هما يحضروا شويه الراس باش يمشيو شويه في يردوا الوداد للسكه ديالها الصحيحه. جينا باش ناخذوا البي ديالنا باش نهيئوا نفسنا لغدا باش نجيو نشوفوا هذه المقابله اللي هنا مع فريق كبير حتى هو اتحاد طنجه. ايوا نشوفوا السبيكتاكل غيكون زوين، غيكون بعد بالليل مع 8 كاس العرش نيس، جوج فرق كبار الصراحه كاين ما يتشاف، غيكون شي ماتش زوين الصراحه. هي في كاع الفرق كيوقع هادشي ملي ان سيرتان نيفو وصلنا وهذا، عندنا واحد الهفوه ما انتصرناش مع مشيناش في كاس الفرق البطاله في افريقيا مع وفاق سطيف، الظروف كنتو كتعرفوها بالنسبه ما بغاش تسجل كره ماشي نهايه العالم، لان مازال عاوتاني نبداو من جديد، وربما العام الجاي تكون عاوتاني هذا اولا في كاس العرب نمشيو مزيان، ضروري كيبقى داك شويه ديال التركيز وشو حويجات بساط ربما هاد المدربين الجداد يقادوها. المقابلة تقريبا تكون صعبة حيت فيها تتلعب على كتلعب ما فيهاش الذهاب والإياب، فيها ماتش واحد، وكنتمناو للفريق الوداد البيضاوي الفوز، النتيجة تكون مزيانة ويفرحونا ويفرحوا الجماهير الودادية. وبالنسبة للمدرب سكيتيوي كما كيقولوا الوداد كبيرة عليه، جاتو فرصة وما عرفش ليها، كنتمناو المدرب الجديد اللي جاي يكون في مستوى ويكون عند تطلعات الجمهور الجماهير الودادية، ونتمناو يكون خير ان شاء الله. حنا خاصنا الجمهور يجي غنساندو الفريق، هادشي اللي باغيين. وواحد الحاجه بالنسبه للسي الناصيري خويا، راه ما قلناش خرج لينا خرج لنا لي كارت على حساب كاس العرش ولا حساب بطوله، بنادم راه ما كيجيش بزاف كاس العرش وبطوله، خرج لينا خويا في حوايج اخرين، وانت دير لينا في كاس العرش وبطوله كي غنديروا ليه؟ بنادم راه ما كي الزحام راه ما كيكونش تما، راه تيكون في الماتشات ديال العصبه، ماتشات ديال فهمتي ماتشات كبار، هما اللي كيجيو يتزاحموا معنا على اللورا. اما بالنسبه لكاس العرش وبطوله راه الكيشياش كاملين تنعرفوهم نجيو ليهم. اخويا حنا شوف حنا معاه، حنا ما غاديش نقولوا لك حنا دابا ما غادي نحكموا عليه ما شي حاجه، حنا دابا معاه والله يسخر ليه وديما ويدا.